السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وتوقع القط الأصم بفوز المنتخب الروسي على نظيره المصري، إذ يقوم أخيلا بتوقيع نتائج المباريات بطريقة طريفة، ويتم وضع وعائن فيهما ذات الطعام أمامه، وفي كل واحد منهما علم إحدى الدولتين المشاركتين في المباراة، ووعاء المنتخب الذي يبدأ أخيلا بالأكل منه هو المرشح للفوز بالمباراة. ووضع الثلاثاء وعاءان مملوءان بالأكل أمام أخيلا، وتم وضع علم روسيا بالقرب من الوعاء الأول، بينما وضع علم مصر بالقرب من الوعاء الثاني، حيث اختار الوعاء الأول، وهذا يعني أنه يتوقع فوز منتخب روسيا على نظيره المصري. وجرت عادة طريفة في السنوات الأخيرة أن يقوم حيوان أليف توقيع نتائج المباريات في المحافل الرياضية الكبيرة، على سبيل المثال الأخطبوط الشهير بول خلال مونديال 2010 بجنوب إفريقيا.